حلقة قصيرة هيدا اشرح لكم اللي دي يصير بالسوق وليش اني متفائل، وراح اشوفكم بالارقام ليش صار هبوط وليش راح يصير صعود. بس قبلها هاي الحلقة برعاية اوكيكس. الان اوكيكس باللغة العربية لنجعل التداول اكثر سهولة وتواصلا، تداول عالمي بلمسة عربية. اوكيكس راعي نادي مانشستر يونايتد، ثاني اقوى منصة تداول كريبتو بالعالم ورا باينانس، بس بدون المشاكل القانونية لباينانس. الآن اوكيكس ضافت اللغة العربية بهاي المناسبة إلى يوم 22، بعد أيام عندهم مجموعة عروض للمنطقة العربية ممكن تأخذ منها جوائز من دولارين إلى 10,000 دولار، قسم مضمونة وقسم حسب تداولك وإيداعك. أيضا صندوق المفاجآت دائما موجود وبمفاجآت وصل إلى 10,000 دولار. هذا العرض لفترة محدودة وربطه بالوصف عندي، أنا قايلها أكثر من مرة، المنصة هي هاي، أنا أقوم ب 80% من تداولي بها إلا إذا طلع في شيء جديد وما ألقي بها أروح لغير منصة. أوكي؟ باو. أدري تعبتوا من الكلام على الـ ETF، بس خلي اليوم أشوفكم بالأرقام شنو اللي يصير وليش السعر ممكن يصعد أكثر بعد فترة، وأيضا ليش صار الهبوط. بالإنجليزي يقولون good news و bad news، فتريدون الـ good news أول، أخبار جيدة أولا أو أخبار سيئة؟ خلينا نبدأ بالسيئة ونخلص منها قبل ما نجي للجيدة. خوش؟ أوكي، نبدأ بالهبوط أولا، ليش نزل من 49,000؟ عندنا أولا تكلمنا من قبل موضوع المعدنين، باعوا هواية أكثر من مليار دولار، وهذا منطقي لأنه ما يريدون يجاسفون، والهافين دي يقترب، الهافين الشهر الرابع يخلي المعدنين يحصلون نص الكمية السابقة بس مصاريفهم هي نفسها. هذا زين للسوق لأن يقل عدد البيتكوين المعروض، ومو زين للمعدنين إلا إذا البيتكوين وصل مثلاً ضعف سعره الحالي، يعني صار أكثر من 80,000 وراء الهافينج وراء التقسيم. هذا ممكن بس ما حد يعرف احتماله، لذلك باعه ونزل السعر. منك عندنا شركة جريسكال، عملائها باعوا هواية من الETF لأنه كانوا مشترين بسعر وهسه صار السعر أفضل. خليني أشرح لكم إياها الطريقة، يعني تخيلوا إنه البيتكوين ب$100 على سبيل المثال، افترضوا اللي مستثمرين بصناديق الأسهم مالتهم بالصندوق تقريبا قيمتها $90 بس برا قيمتها $100، يعني أقل ب10%. الآن سعرها صار أقرب $95، هذا أقرب من سعر الحقيقي، فقرروا يبيعون. المهم تقريبا مليار وشوية طلعت من جريسكيل بسبب هذا، طلعوا من الETF. ما أدري فهمتوا علي شنو القصد؟ فعدنا مليار همينا منه. هاي الأخبار الموزينة اللي ممكن تأثيره كان يعني نزل سعر البيتكوين شوية، ترى مو هواية نازل، ايش قد نازل. هسه نجي للأخبار الحلوة اللي تبشر بمستقبل ممتاز. اولا لو حسبنا كمية السيولة اللي طلعت من الـ ETF بسبب البيع اللي صار عندنا جريسكيل، هاي عندنا بالمجموع قريب $1 مليار دخلت. اخر تقرير كان 820، يمكن هسه صار $1 مليار، هذا مع خروج والبيع مال جريسكيل. بلاك روك والاي تي اف مالها دخلوا له $750 مليون، بيت وايز $306 مليون، ارك انفست $220 مليون، يعني دخول بالزائد البيتكوين للاي تي اف رغم خروج المليار مال جريت سكيل ومليارات خلينا نقول مال جريت سكيل والمعدنين. هذا ايجابي جدا جدا. خلينا نجي نتكلم عن حجم التداول اللي صار. اول يوم 4.6 مليار، واخر يوم 3.1 مليار، تقريبا هاي ثلاث ايام جابت حجم تداول اكثر من 10 مليارات. يعني تخيلوا 10 مليارات حجم تداول بثلاث ايام فقط. فخلي اشرح لكم شنو يعني هذا. طبعا اكو اي تي اف للاسهم، وسنه 2023 كلها حجم التداول بالاي تي اف في عدد صناديق اي تي اف 500 صندوق سنه 23 تكونت كلها خلال السنه، مو خلال ثلاث ايام، خلال السنه حجم التداول بيهم كان $450 مليون فقط. أحسن واحد منهم حجم تداول $45 مليون. تخيلوا هالأرقام الصغيرة مقارنة بالـ ETF مع البيتكوين، ومعظم هذول مع الأسهم محتاج لها أشهر حتى بدوا يعني الناس يستثمرون بها. يعني آيشير الـ ETF مع الآيبت مع البلاك روك، واحدة بس مع البلاك روك، مو صناديق كلها بس بلاك روك، بثلاث أيام سووا حجم تداول أكثر من كل الـ ETFات الـ500 اللي طلعت سنة 2023 بثلاث أيام. تتخيلون هذا؟ إذا هذا ما يقول عندنا يعني
حماس بالسوق لهذا الموضوع ما أعرف شنو يشتري دول. بيتكوين ما متوقع أن يصعد $100,000 بيوم ليلة، بس أنا ما عندي شك أنه يوصل أكثر مستقبلا. طبعا مثل ما تعرفون ماكو خط عدل دائما، أكو تصحيحات، بس راح يصعد. أنا أتوقع هذا وعندي ثقة كلش عمياء بهذا الشيء. طبعا أكو ناس ترباح وبتقول خلي نبيع، أكو ناس ما يريدون جاسفون يبيعون، أكو ناس محتاجين فلوس يبيعون، هذا كله موجود. أكو عامل ماكرو أيضا سياسية اقتصادية تأثر سلبيا وإيجابيا، بس لما تسوي زوم أوت وتباوع اللي دي يصير وشوف التاريخ مال بيتكوين، شوف ايش دي يصير بثلاث أيام فقط. يعني إذا أنت عندك بيتكوين وخايف تصور، يعني المفروض ما تكون بهذا المجال، روح اشتغل شغلة ما بيها مجازفة. شنو أكو شغلة ما بيها مجازفة؟ والله كتبوا لي بالتعليقات. فخلص أروح هاني ونشوفكم قبل ما يصير البيتكوين 200,000 إن شاء الله. واللي ما مشترك بأوكي إكس روحوا اشتركوا، يعني خسرانين، بس وثق حسابك تاخذ بونص، روح اشتري بفد عملة ميم ويمكن تفوز أكثر أيضا، مش ما أدري، الرابط جوا. الآن أوكي إكس باللغة العربية لنجعل التداول أكثر سهولة وتواصلا، تداول عالمي بلمسة عربية.